لما بنركز أو بنبص لكل مدينة مبنية أو بتتبني بنلاقي فيها عناصر مهمة جدا لازم تكون موجودة فيها، هدفها في المقام الأول التسهيل على حياة الناس وإن الناس تعيش بشكل طبيعي. طيب هي إيه العناصر دي؟ بنلاقي مثلا المباني السكنية وحواليها طرق وجنبها محطات المية ومحطات الصرف الصحي عشان أي مواطن يقدر يعيش في منطقته بشكل آدمي وشكل لائق بيه، وده اللي بتوفره مصر في الفترة الأخيرة ولسه شايفين جزء منه في أنا وسوهاج. خلوني أتكلم عن جهود برضو دولتنا في توسيع وتطوير البنية التحتية سواء كان في محطات المياه والصرف ومحطات معالجة المياه بشكل عمراني أو كجزء من التخطيط العمراني. إزاي ده بيتم وإزاي ده بيفرق في فكرة البنية التحتية؟ يعني يمكن لما بنروح مثلا أي منطقة بنلاقي إن فيها مشاكل، فأول حاجة تسأل أي حد يقولك هو إيه المشكلة يعني في الموضوع، يقولك والله أصل ما فيش بنية تحتية سليمة في المنطقة دي. طيب مصر بتعمل إيه بقى في البنية التحتية أو معالجة وتأهيل البنى التحتية في معظم المناطق المصرية ولسه مستمرين في ده؟ دكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق وأستاذ جيولوجيا المياه معانا دلوقتي عبر الهاتف. يا دكتور تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه هاله، اهلا وسهلا وكل الساده المشاهدين. لو بنتكلم في توسيع وتطوير البنيه التحتيه في محطات المياه والصرف الصحي ازاي في مصر بيتم وازاي نقدر ان احنا نستمر فيه عشان يوصل لاي حته في مصر؟ خليني في البدايه اشكر حضرتك واسره البرنامج على تناول هذا الموضوع المهم جدا، يعني وخصوصا في ظل ما يشهده العالم اجمع من مشكله جفاف ومشكله تغيرات مناخيه اللي هو بقى الشغل الشاغل للعالم كله في الوقت الحالي. خلينا نبدا بدايه بسيطه كده حضرتك، هو عناصر الحياه واساسياتها متطلبه المياه بشكل اساسي. فبالتالي لو احنا بصينا على جمهوريه مصر العربيه بشكل عام هنلاقي ان الميه فيها هي بتمثل عنصر اساسي في الحياه، يمكن من بدايات التسعينات من 1959 يمكن وحصه مصر من الميه كانت ثابته عند 55.5 مليار متر مكعب. ده وقت ما كان عدد سكان مصر 26 مليون نسمه. في الوقت الحالي لعدد سكاننا الحمد لله يعني بيفوق ال 100 مليون، بقينا محتاجين حوالي 81 مليار متر مكعب من الميه. طيب منين الدوله هتبدا توفر هذا الفرق بين كميه الميه وبين الاحتياج؟ الدوله وضعت خطه مهمه جدا عشان تعظيم والاستفاده وعمل بنيه تحتيه من الموارد المائيه المتاحه وترشيد استهلاك المياه وتحسين الجوده وهكذا. وحقيقة هذه الخطة متمشية مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 اللي مركزة في هذا المجال على أربع محاور رئيسية زي ما حضرتك قلتي، هو إعادة استخدام المياه المعالجة وتوفير مصادر بديلة لمية الشرب وترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مياه الصرف. حقيقة في كل هذه المحاور الدولة قامت بجهود قوية جدا وجهود كبيرة جدا فاقت تكلفتها مئات المليارات من الدولارات. يعني بالنسبة لإعادة استخدام المياه المعالجة يمكن مصر أقامت خلال الفترة الأخيرة ما لا يقل عن 480 محطة معالجة سواء ثلاثية أو ثلاثية بهدف المحافظة على صحة المواطن وعلى جودة الحياة للمواطنين. التكلفة الإجمالية بتاعت هذه المحطات يمكن فاقت 31 مليار جنيه. وطبعا لها دور مهم جدا هذه المحطات في التخلص من مياه الصرف والتحول لإعادة الاستخدام. ويمكن ما نتذكر هنا في سبتمبر 21 لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم وهي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اللي حطمت كل الأرقام القياسية على مستوى العالم بتكلفة يمكن فاقت 20 مليار جنيه. كذلك الدولة بتقوم بجهود كبيرة جدا في خلال عمليات تحلية المياه، يمكن لو عملنا حصر كده لمحطات تحلية المياه اللي أنشئت من عام 2014 حتى 2022 هنلاقي أنها بتفوق 90 محطة لتحلية المياه، ويمكن فيها جزء كبير جدا من هذه المحطات بيقوم في محافظات مطروح والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد. بطاقة إجمالية يمكن بتفوق 800 ألف متر مكعب في اليوم، يضاف لها واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم وهي محطة تحلية مياه العين السخنة اللي وصلت تكلفتها ل 2.3 مليار متر مكعب. حقيقة ده بيضاف إليه عدد كبير جدا بقى من النقاط
في مجال تبطين الترع اللي الدولة بتقوم بيها بتكلفة يمكن تفوق 6 مليار جنيه. المشروعات الضخمة اللي بتقوم بيها الدولة من خلال مشروع حياة كريمة بهدف توفير حياة كريمة وتوفير صرف صحي مناسب للقرى بتكلفة تفوق 700 مليار جنيه، حقيقي كل دي مشروعات ضخمة بتقوم بها الدولة في سبيل إنشاء وتمكين بنية تحتية خاصة بمجال المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير غطاء صحي آمن للمواطنين خلال الفترة الحالية. طيب لو احنا بنقول يعني هل فعلا هيبقى في عائد مباشر على المواطن اللي بيتابعنا دلوقتي يا دكتور؟ بالتأكيد بالتأكيد حضرتك دلوقتي أما أنا بنشئ محطات صرف صحي وأعمل محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، فده هيوفر لي كميات كبيرة جدا من المياه. يمكن أنا قلت لحضرتك على محطة مياه بحر البقر، دي كان مصر بحر البقر كان هذا المشروع مخطط ليه من التسعينات، وكان مخطط إصلاح 330 ألف فدان في سيناء ضمن خطة تنمية سيناء. دلوقتي بعد إنشاء هذه المحطة بقى متاح ليا إن أنا أستصلح 445 ألف فدان، وبالتالي ده أنا زدت حوالي 150 ألف فدان أرض يمكن استصلاحها، وفرت لها كمية أو من المياه ومعالجة ثنائية وثلاثية، وتصل في بعض الأماكن درجة المعالجة إلى معالجة خماسية، وبالتالي بتخرج مية على قدر كبير جدا من النقاوة تصلح لمعظم الاستخدامات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق وأستاذ جيولوجيا المياه.